هذا التيار الصدري من العملية السياسية واستفراد القوى الخاسرة في تعويض مقاعدها البرلمانية على حساب الفائزين من التيار الصدري، يجد أن هناك قوة استطاع المالكي أن يشقها منذ ولايته الأولى من التيار الصدري ويضعها تحت أجنحته يتحكم فيها. هذه القوة حقيقة انقلبت حتى على المالكي، وبالتالي الآن الناظر إلى حكومة السوداني يجد أن لتلك القوى بميليشياتها المسلحة ضمن الإطار التنسيقي هي التي تستفرد بالحكومة، وبالتالي تتولى المبادرة والإدارة، ولذلك مفتوح لديها الأبواب بجميع مقاطعنا. لذلك حقيقة استشعار الخطر من الحقائب وغيرها التي الآن مفتوح لها الأبواب ويعتبر المالكي هو الذي دعمها، الآن أصبح خطر أن ينافس المالكي داخل الإطار التنسيقي. وبالتالي من جهة أخرى فإن السوداني أيضا طامح لولاية ثانية وهو منافس حقيقي داخل حزب الدعوة ودولة القانون للمالكي، والمالكي لم يعد لولاية ثانية لولا مساندة الصدري، وبالتالي هناك مصلحة حقيقية بعد انزواء العامري كليا عن المشهد السياسي. نعم. وبالتالي حتى مسألة المحافظين أصبح يترنح بها، أصبح هناك هدفا استراتيجيا، لأن القوى الصغيرة التي لم يتوقع المالكي أنها تنقلب عليه أصبحت الآن تشكل خطرا على التيار الصدري وعلى المالكي وعلى العامري. طيب. وبالتالي يعتبرون هؤلاء زعامات رئيسية للمكون السياسي الشيعي ليس الاجتماعي، وبالتالي حقيقة يريدون ضمن العملية السياسية الرجوع إلى اصطفافات تزيح هؤلاء الصغار عن المشهد السياسي. طيب.